في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب فيه حاجة اسمها تنزيل، وفي حاجة اسمها إنزال، وفي حاجة اسمها نزول. النزول هو الحدث الذي يأتي بشيء من أعلى إلى أدنى، والإنزال يدل على أن الذي أنزل أعلى من المنزل إليه، والتنزيل يدل على النجوم كل يوم يدي حاجة. فلما الحق يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه جملة واحدة في أول رسالة محمد ليباشر القرآن مهمته في الوجود، أدي الإنزال. وبعدين ننزل نجوم حسب الإيه؟ حسب الحاجة، تنزل به الملائكة. وبالحق أنزلناه، وبالحق إيه؟ نزل. وبالحق نزل، بالحق أنزلناه، وما فيش حد غير يغير فيه أبدا بعد ما أنزلناه. وبالحق نزل، إحنا أنزلناه بالحق، ولا فيش حاجة أفسدت هذا الحق. الله، طب إيه حكاية أنزل؟ قال لك مدام كلمة نزل ونزل وأنزل تدل على علو المنزل ودنو المنزل إليه، دي أعلى من ده، وتدل أيضا على أن شرف المنزل من شرف من إيه؟ من أنزله. وتدل أيضا على أن من أنزل المنهج القويم للمخلوق يدل على أنه بده يكرم المخلوق. إذن فكل الإنزال فيه إيه؟ شرف للمنزل، وشرف عظيم للمنزل، وشرف عظيم لمن جعله الله أهلا لأن يوجه إلى الخير. كنتم خير أمة. كلمة أنزل دي تدل على العلو وإلى آخر. لكن نرى في القرآن أن شيئا قال الله عنه ولم يكن من علو. لما يقول إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ده الحديد بنجيبه من الأرض، ما أنزلوش. نقول له آه، ده الحديد صحيح جه من الأرض، إنما مين اللي حطه في الأرض؟ الخالق. يبقى برضو أنزل الله الحديد. الله، يبقى الإنزال تنظر فيه إلى إيه؟ مش إلى موقع النزول، إلى شرف من أنزل. فيبقى أنزل الحديد، وأنزل الحديد ده تتميم لإرسال الرسل للهداية الخلق إلى منهج السماء. ليه؟ لأنه قال إيه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله. بقى أنزل الحديد فيه بأس إيه؟ شديد ومنافع الناس، وليعلم الله. يبقى الحديد القوة دي خذوه لإيه؟ خذوه عد لكم في إيه؟ في التبشير بكلمة الحق، وتصدوا اللي يمنع كلمة الإيه؟ كلمة الحق. وبعدين في حاجة تانية لفتة جميلة أو في الإنزال، أن الله يقول في شيء أنزل لكم وفي شيء آخر أنزل عليكم وأنزل عليك، يعني نفس الحرف الجر ده بيختلف. أنزل لكم غير أنزل عليك أو أنزل عليكم. طب زي إيه؟ نزل عليك الكتاب بالحق، عليك مش نزل على الناس، إنما هو لصالح من؟ فلما يتكلمون إيه؟ كتاب أنزلناه إليك ليه؟ ليتدبروا آياته. الله، إذن لما يتكلم على المنتفع يقول لك، إنما على اللي هيتقبل وإيه ووصل يبقى أنزلنا إيه؟ عليك مع الأول. طب في آيات نعم تانية غير المنهج، وأنزل لكم من الإيه؟ ثمانية أزواج من الإيه؟ من الضأن. هنا هيجيبها هنا في السورة، أنزل لكم ثمانية أزواج من الضأن والماعز والإبل والإيه؟ والبقر، هتيجي الآية. لكن لما جه يتكلم عن شيء آخر، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله، اشمعنى دي قال لكم ودي قال عليكم؟ في اللباس قال عليكم، قال لأن اللباس أول ما يكون ساتر يلف الإنسان فهو عليه، إنما الضأن والماعز حاجة منفصلة بعيد عني بنتفع بها بس. يبقى تعبير الإيه؟ القرآن أنزل عليكم غير أنزل إيه لكم،
وأنزل عليك غير أنزل إيه إليكم. الحق سبحانه وتعالى يعطي من علو، ولكن الذي يعطي له هو من صنعته أيضا. يبقى علو في الخلق في آدم والخليفة، وعلو في المنهج الذي يصونه. حتى أن بعضهم قال ده خليفة لله في الأرض. صحيح، خليفة لله في الأرض إزاي؟ بدليل أنه لو كان هناك محتاج والناس عايزة حضن عليه، يوم ربنا يقول للناس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يقرض الله، طب ده هو اللي واهب. أم قال لك ما هو أصل اللي جابه للدنيا دي هو مكلف برزقه، يبقى اللي بيديله حاجة تعيش منه دي يبقى بيقرض مين؟ زي ما تدي ابنك الفلوس في الحصالة وبعدين تطرأ مسألة تتطلب مصاريف في البيت، ابن أخوه عايز يعمل عملية، أخوه عايز يسافر، أخوه عايز أي مصاريف، يقول مين اللي هيجيب الحصالة بتاعته يسلفها لي وبعدين أبقى أديها له؟ طب ده أنت اللي واهبها. يبقى كأن الله لم يشأ أن يسلب فضله على من أنعم عليه بالنعمة عشان يقول هات النعمة اللي أديتها لك، لا هي بتاعتك بس أنا عايزك تعمل إيه؟ تقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم. تنزيل الكتاب اللي هو القرآن، مرة يقول عليه قرآن ومرة يقول عليه كتاب، دليل على أنه سيأخذ الوصفين معه. كتاب معنى مسجل ما نقدرش ننكره، وقرآن يعني مقروء. يبقى القرآن يقرأ من الصدور ويقرأ في السطور أيضا علشان تبقى دي حجة على دي. ولذلك في جمع القرآن اللي أمر بالجمع ما كانش يعمل آية أبدا إلا إذا قرأها اثنين وشاهد مكتوبة، مكتوبة وشهد عليها اثنين، يعني مقروءة وإيه ومسطورة. وديا يدل على أن ديا حيثيات، وإنا له لإيه لحافظون، إنا له لحافظون بإيه؟ بأنه مكتوب انكتب وإيه ومقروء مسطور، يبقى في الصدور وفي الإيه وفي السطور. تنزيل الكتاب. وإذا جئت بآلة تعريفية في شيء فاعلم أنه الكامل في الكتب الكتاب. قال يعني لما قلنا الكتاب ما فيش إلا إيه القرآن، الكتب كتير كاوي، فإذا انفرد الكلمة الكتاب تبقى تنصرف إلى مين؟ القرآن. تنزيل الكتاب عشان نعرف بقى مسألة التنزيل من أعلى لأدنى، من الله. طيب التنزيل بتاع الكتاب مش فيه منهج، مش فيه منهج التربية؟ نقول له أيوة فيه منهج التربية. طيب تنزيل الكتاب من الله، كان يقول تنزيل كتاب من الرب لأن الرب هو متولي الخلق والتربية. أما قال لك لا، لأنه متخلي الخلق المادي والتربية، خلق الإنسان مؤمن وكافر واداله مقوته ومش عارف ايه، كل دي محدش أحسن من حد فيها، الطائع والعاصي قد بعضه، لكن اللي هيشرف المؤمن ايه؟ المنهج الخلقي، منهج الإيماني. والمنهج الخلقي والإيمان اللي داخل في العبادة يكون من وهب الله مش من الرب. يبقى فيه رب يعطي المؤمن والإيه والكافر، إنما لما يقول الله يبقى ما بيعطيش اللي آمن به ويديله منهج التقويم الإيه التقويم الخلقي. كتاب إيه؟ تنزيل الكتاب من الله. وإحنا عرفنا أن الله علم على واجب الوجود، علم على واجب الوجود. قال لك لا، طب ما في تاني أسماء اسمها أسماء الحسنى. قال لك الأسماء الحسنى كانت أوصافا بلغت العظمة لأنها لله، إنما اسم الجامع لها كله إيه الله. يبقى لما تقول بدل ما تذكر الأسماء قول الله. ولذلك ساعات إحنا ما نيجي نبدأ في عمل نقول باسم الإيه الله، العمل قد يحتاج إلى قوة. ما كنت أقول باسم القوي مش كده؟ يحتاج إلى علم باسم العليم، يحتاج إلى حكمة باسم الحكيم، يحتاج إلى عزة باسم العزيز. أجيب الوصف اللي إيه اللي يساعد المناسب ده. قال لك إذا قلت هذا هتقعد تجيب فيه عمل يتطلب 20 صفة، فما تقول كلمة الله الجامعة لكل صفات الكمال. الله الجامعة لكل صفات الإيه الكمال. ولذلك ساعة ما يجي يقول لك ابدأ بكل شيء لا يبدأ باسم الله، بسم الله، مع أن الله ما بتجيش الله معبود، إنما مش في القدرة وكل دي صفات
بس غلبت عليه فصارت أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه إيه؟ فادعوه بها. ما يقول لك ما تبدأش أي حاجة إلا بسم الله. أم قال لك ما احنا قلنا هيبقى في قوة تقول بسم القوي، عزة تقول بسم العزيز، حكمة تقول بسم الحكيم. قال لك لا، قول الله وهي إيه؟ تجمع لك كل صفات الكمال اللي أنت تعرفها متعلقة بالفعل اللي ما تعرفهاش. ولذلك قال لك وإياك إنك أنت تتساهل في العملية دي وتقول لنا أنا عصيه وهقعد أقول بسم الله وهيبقى معون لي دني في المعصية ومش عارف إيه. قال لك قل، لأن الذي أمرك أن تقول بسمه وتبدأ العمل رحمن ورحيم. الله، ما تخزاش، ما تخزاش من نفسك، قل. تنزيل الكتاب من الله لأنه في قيم، إنما من الرب يبقى فيه مادة بس قالب، إنما الثاني القيم إيه؟ القيم. العزيز قال لك اوعى بقى تفتكر ان انا لما بجيب لك منهج واقول لك اعمله عشان احبك وتبقى طايع ليا واديك مش عارف، ان انا عايزك، انا مش عايزك، انا متطوع بالمنهج لك لاسعادك. اما انت طاعتك مش هتنفعني ومعصيتك مش هتضرني، انا عزيز عن خلقي. ولذلك لما واحد يشرك بالله شيء يقول له اسمع هتاخد من الاخر، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي احدا فهو له، انا متنزل وياخده. يبقى عزيز عن خلقه، وما دام عزيز عن خلقه يبقى ملوش مصلحه في عبادتك، انما المصلحه تعود ايه؟ شوف خالق بقى بيديك ما يصلحك وبعد ذلك يجازيك عليه. ليه؟ ام قال لك لان صفات الله تحتاج لمتعلقات، فلما تؤدي متعلقات الله دي يبقى ربنا يجازيك، يجازيك بالخير. فقول بسم الله بس يعرف انه عزيز عن هذه. ولذلك ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في ايه؟ في صعيد واحد، او لا كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الشيء. ولو ان اولكم واخركم وشاهدكم وغائبكم وهو الى اخره اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وذلك ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى عزيز ولا مش عزيز؟ يبقى كلمة عزيز أي يغلب ولا يغلب، خلاص يغلب ولا إيه، بس صفة العزة وخلعها على المؤمنين به، لأنه ما يكون مؤمن به يبقى هيأخذ المؤمن عزته من عزة مين؟ من آمن به. ولذلك ينسب بها الخلق برضه، بس في ناس عايزة عزة بالاسم، أخذته العزة بالإيه؟ بالكذب كده. والعزة والاسم استكبار بلا رصيد، استكبار بلا ايه؟ ما فيش له ايه رصيد. لما قالوا الايه؟ قالوا لما نرجع للمدينة المنافقين لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاجل، فربنا قال صدقتم ان الاعز هيخرج الاجل، انتم صادقين في دي، انما بس اللي عايزين نتفق عليه ومن العزيز ومن الذليل، بس نتفق بقى نشوف بس دي اللي انتفع عليها، انما كلمتكم صح، فان الاعز يخرجوا ليه؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يبقى احنا اللي نحرككم. يبقى اخذ تصديقهم ليخرجن الاعز منها الايه؟ الاذل، صدقت فيها، بس مين العزيز ومن الذليل؟ فحكم ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، يبقى هم اللي هيخرجوكم. وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان من الله العزيز. ومعنى كونه عزيز ومع كونه عزيز يغلب ولا يغلب، مش يعني لا مؤاخذة، مش فتوانة في الكون، برضه حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك يقول لك المؤمن لا يطبع الله على العزة الدائمة ولا على الذلة الدائمة، ولا يطبعه الله على الرحمة الدائمة ولا على الشدة الدائمة، بل ينفعل للأحداث الإيمانية. بيقول أعزة على الإيه؟ على الكافرين، أذلة على مين؟ على المؤمنين. مش مطبوع كده ونطبع نقول له ذليل، لا،
ولا بقى عزيز قوي مرة يبقى ذليل ومرة يبقى ايه أذل على مين؟ للمؤمن اللي زيه. وعزيز على مين؟ على الكافر اللي عمال بيعانيه. أشداء على مين؟ ورحماء بينهم. يبقى دي لواحد الوصف بتاعه يتغير من شديد ورحيم، ده دي طباع. أما قال لك لا، الطباع معدلة بمنهج من خلقها. نعم، ساعة ما يبقى الأمر يحتاج إلى شدة يحشد، ساعة ما يحتاج إلى رحمة إيه يبقى يرحم. فهو عزيز مع كونه عزيز، إنما يوضع الأشياء في محلها حكمة، والحكمة دي معناها إيه؟ مأخوذة، كل المعاني مأخوذة من حسيات، من حكم حكمة الفرس اللي بيحطوها ببقه الحتة بتاع اللجام دي، لأن اللجام ده معمول عشان إيه؟ لما عايز يربع نشده، عايزينه يربع نرخيه. يبقى به لها وضع وده لها ايه وضع، والمتعلق يختلف بالاختلاف المتعلق به. تنزيل الكتاب من الله العزيز، ومع كونه عزيزا هو ايه حكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الحق هو الأمر الثابت الذي لا تأتي أغيار الزمن لنقضه، شيء ثابت. الله، وما دام الحق ده شيء ثابت، أم قال لك اوعى تنغر اذا على الباطل يوم من الايام، لان علو الباطل ده من ثبات الحق. ليه؟ قال لك لان الباطل لما يعلو الناس تشقى بباطله وطغيانه واسمه، تقوم هي اللي تشوى للحق، فكأن الكفر جندي من جنود الايمان. لأن لما الكفر يطغى ويفسد الناس تقولها تبقى تعوز الإيمان. يبقى إيه اللي يخلينا نعوز الإيمان؟ نشوف الباطل. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا مثل، يقول لك إيه لما تشوف الحق كده يعني اتغطى شوية، إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. مش كده؟ الحق سبحانه وتعالى ايه لما بده يمثل الباطل، الحق والايه والباطل. قال لما انت تشوف الماء نازلة من على الجبل واخد العفش والقش وعملت زبد كده، الزبد ده يعمل ايه؟ على الماء، انما مش هيدوم، هتلتفت تلاقي الهواء عمل شوية ماء كده وشوية كده وجاب كل الزبد والقش ده، وجابه فين؟ على جنبه على الرمل. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والإيه والباطل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلناه بالحق، وظل محتفظا بحقيته لأن وصل إليك. أدي معنى هناك، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، محدش دخل بعد الإنزال يفسد فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وما دام أنزلنا الكتاب بالحق، شوف الكتاب فيه إيه؟ فيه كتاب منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ده تكليف للجوارح. يسبق التكليف للجوارح اقتناع القلب من المكلف. اقتناع القلب بمين؟ بالمكلف. والواحد لما يكون عنده مسألة صعبة عليه ومش قادر يفكر فيها، بيروح لواحد ايه يشهد له بالحكمة او العلم او الرأي الكويس، ويروح له. الله، لما تروح له تقول له ما ايه اعمل فيه دي، ويقول لك الرأي، تسلم له ولا ما تسلم له شيء؟ يبقى مدام يبقى لازم قبل العمل افعل ولا تفعل، لازم تثق وتتيقن بمن قال لك افعل ولا ايه ولا تفعل. يبقى ده لازم الايمان. الإيمان وحده ما ينفعنيش، العمل لحده ما ينفعنيش، لأن فيهم منافقين عملوا عمل صالح وبقوا يبقى أول الناس في الذهاب إلى الصلاة ويقعدوا في الصفوح الأولى ومش عارف إيه وبتاع وحاجات كتير. نقول له لا، قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قل لا تحتوشوني، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني عملنا عمل الإسلام، إنما لسه هنا الإيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنما قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم استبشر به البعض خيرا، قال ما دام قال ولما يدخل الإيمان هيدخل إن شاء الله. فاعبد الله. ما معنى العبادة؟
العبادة كل معناها دائر حول طاعة العابد لأوامر المعبود. هذه العبادة، اللي يعمل دي اعملها، ما تعملش دي ما اعملهاش، اللي تركه وقالش لا تعمله وما تعملوش تعمل فيه ايه، انت حر تعمله ولا ما تعملوش. هذه العبادة. هذا التحديد للمعنى يبطل العبادة لكل شيء غير الله. في ناس عبدوا الأصنام، ناس عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، مش كده؟ نقول له طيب تعبد الشمس بإيه؟ ماذا قالت لك الشمس لتطيعها فيه؟ وماذا قالت لك الشمس نهيا لتنتهي عنه؟ يبقى تسمية عبادة الشمس دي غلط، لأن العبادة معناها إيه؟ طاعة العابد لأمر المعبود. قل لي الشمس أمرتك بإيه ونهتك عن إيه؟ يبقى إله بلا منهج يبقى ما ينفعش يكون إله، يبقى كلمة غلط ما تقولهاش أبدا، لأن ده دليل على إنك ما فهمتش العبادة يعني إيه. طب وبرضو اللي قال الشمس والأمر كل ده نقوله قالوا لك إيه؟ ماذا قالوا لك افعله ولا تفعل؟ وماذا بشروا وبماذا بشروا من يعبدهم على من لا يعبدهم؟ لا دي ولا دي، يبقى إله. طب امال ازاي الناس بتروح للحكايه دي تعملها، تعبد اصنام وتعبد شمس وتعبد قمر؟ نقول له عال اول، الشمس اللي عبدوها اعطت خيرها لمن عبدها وتركت من لم يعبدها بلا خير منها، ولا خيرها شائع من الجميع؟ هلا طب انتوا خيرها شائع. طب المطر اي شيء ما دامش خيره شائع للجميع، امال ايه بس اللي خلاكم تقولوا نعبدها؟ تعبدوها يعني ايه؟ تطيعوها في ايه؟ طب قول لي امر واحد منها وانت فعلته عشان يبقى انت عابد يعني طائع. ما فيش. يبقى اول شيء يبطله الدعوة العبادة لغير الله باطلة. ليه؟ لان العبادة معناها ان يقوم العابد بطاعة المعبود فيما يأمره به وفيما ينهاه عنه. وامسك دي كلها ما فيهاش لا. طب امال ايه تعشقوا فيها؟ ولما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ الا ليقربونا الى الله ايه؟ اذا كان ربنا قال لكم مش عايز الزلفة مني، الزلفة انا كارهها، الشركاء مش ما اعرفش، انتوا اغبياء برضو في اتخاذ الوسيلة الى الله. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبه الناس الى ان في خلق مكتمل، كون مهندس هندسة دقيقة وفيه كل أنواع الواهبة للخير لم يدعي أحد أنه فعلها، مع أنها أشياء كويسة أوي. مدام ما ادعاش أحد إن فعلها ما كثرت الملحدين، محدش قال الكلام ده، لا خلق نفسه ولا خلق لنفسه حاجة، ما قالهاش. قال لك حاجة بقى نشوف أنت، لما ربنا جه قال أنا الذي خلقت وخلقت السماء والارض وهندست الكون ومش عارف ايه وبتاع، طيب اللي بتعبدوه ده ان كان هو اللي خلق ما قالش ليه يا ناس ده بيدعي مش حق وعايز ياخد الخلق مني ويبقى له معركة معه؟ ولذلك ايه، لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. كانوا يقولوا يلا نروح ربنا ده ازاي خد منا الخالد، احنا اللي خلقين، ما حصلش الايه. وبعد ذلك الا امم امثالهم، ده اللي انتم بتعبدوهم يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، يشوفوا مين اللي عايز يتقرب الى الايه، الى الله. وهناك قضيه فلسفيه ان الشيء المدعى ان لم يدعي احد فعله بعد من ادعى يكون الدعوة لصاحبها إلى أن يثبت أن واحد تاني هو اللي إيه؟ هو اللي عمل. وهو لما قال لا إله إلا الله وأنا الخالق، نقول له طيب من الذي أبطل هذه الدعوة؟ وضربنا مثلا، قلنا إحنا مثلا قاعدين في حجرة وبعد ما انفض الناس وجدنا حافظة نقود، فجيه مثلا الخادم أو أحد من الأهل قال ده والله الناس اللي هنا كانوا هذا المحفظة، فقعدنا نسأل كل اللي حضروا مفيش واحد قال ده بتاعتي، إلى أن لقينا الباب بيطرق وجي واحد من اللي كان هنا الصبح وقال والله انا وانا قمت هنا نسيت المحفظه، ولا حدش ادعاها ممن كان حاضرا. تبقى لمين؟ تبقى ادعاء وخلق الاشياء وادعاء انفراد بالالوهيه كلها، ما دام قالها واحد واعلنها
يبقى ان لم يوجد من يعارضها تبقى بتاعته الى ان يوجد الايه ان شاء الله ولن يكون. فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اجعل الدين خالص لوجه الله. امنع الرياء، لان الذي ترائيه مش هيعمل لك حاجة، لكن لما تخلصه لي انا اللي هعمل لك ايه، انا اللي هعمل لك كل حاجة. ولذلك يقول لك طيب المرائي ده اللي بيتصدق رياء، نقول له ليه احنا ما نرفضش صدقته يا سيدي؟ لان صدقته برضه هتنفع المحتاج، بس هو اللي خاب ومش هياخد اجر، يبقى خدنا خيره ايه وملعون ابوه، ولا هياخد اجر ولا هيبقى مخلصا له الدين. مخلصا له الدين احنا قلنا فيه مخلص وفيه مخلص. المخلص يسبق عطاء الله له بالإخلاص فيخلص، والمخلص يغسل بعطاء بإخلاصه إلى عطاء الله. ولذلك قلنا زمان من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، قاعد يطيع لحد ما ربنا أكرمه، يخبط على الباب كده لحد ما ربنا فتحه. وواحد يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ربنا يخطفه كده من الخلق كده وياخده وبعدين يبقى طائع بعده، زي ناس كتير من المتصوفة. هو القضاء يضع مش كان من قطع طريق، هو قطع طريق وبعدين طالع مرة يقطع الطريق كده على الناس، فراح سمعهم بيقولوا ايه ابعدوا عن الحتة دي احسن فيها ايه عياض، ولما يبقى فيها عياض محدش هينفد منه، فخافوا منهم يعملوا ايه، انهم يعني تخافوا منه، قال خايفين مني، قعد يأنب نفسه كده. وبعدين قال يا رب تب علي حتى يهدأ هؤلاء، فتاب الله عليه. فلما تاب الله عليه الناس اللي كانوا عارفينه فاتك قالوا له تعايض ايه اللي جرى، انت بقيت يعني وهالي بقيت، قال والله انا عارف سببها. ايه سببها يا سيدي؟ قال والله لقد مررت في سوق البطيخة في بغداد فوجدت ورقة من المصحف موجودة في الطريق والناس بتدوس عليه، فوطيت عليها خدتها لقيتها متوسخة من فرحت على العطار اللي بيبيع الروائح العطرية وكان معي درهم واحد، فاشتريت بالدرهم عطرا وبمقدار ما عليها من الوساخة عطرتها كده، وجيت في شقة عالي ورحت عطيته. قال والذي نفسي بيده لقد سمعت مناديا ينادي لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. وبعدين اتخذوا بقى والي من اولياء الله. ولذلك قال لك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعه ما يمكن، هي دي اللي هتجيب لك الله. مش ربنا غفر لواحد عشان سقى كلب، يقول لك ما هو سقى ده مخلص قوي للحيوان لكل ذي رطب، طب والا الكلب هيعمل له ايه؟ بنفقه مش هيعمل له حاجه. واخفى غضبه في معصيته، فلا تحتقرن معصيه ما. دخلت امراه النار في هره حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. واخفى اسراره في خلقه، فحين اوفى اسراره في خلقه اهو ده عمل العمليه دي، جاب الورقه كده اللي فيها اسم الله من القران وبعدين عطرها قلب الدرهم اللي معاه وحطها في الايه في الشق. فقال والذي نفسي بيدي لقد سمعت مناديا يناديني يا عياض لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. نعم، وإلى لقاء آخر.